السلام عليكم. في الفيديو غادي نشوف شونجمون في كرة القدم، كل ما داروش كانوا غادي يغيروا المسار ديال بزاف ديال المباريات. مشينا هنا شونجمون ديال الطاليان، غادي يخرجوا كيليني ويدخلوا زازا، ولكن زازا غادي يلعب بيلانتي كان حاسم. هنا ماتش ديال كوت ديفوار في كاس العالم، دخلوا داك اللاعب وتسبب لهم في ضربه الجزاء. هذا البينالتي هذا غادي يتسبب في اقصاء ديال المنتخب كوت ديفوار من كاس العالم، يعني شونجمون تسبب في الاقصاء. هنا دروغبا، حصره ديال ديدي دروغبا، تمارك البينالتي و تخسرت كوت ديفوار. حسرة ديال اللاعبين اللي طاحوا في الارض. جوج لواحد. وهنا اللقطة الشهيرة ديال بوحدوز، اخيب لقطة عشان المغاربة في كاس العالم. بوحدوز سيمارك على راسه في اخر الدقائق ضد المنتخب ديال ايران. هنا واحد الشونجمون اللي دارتو الارسنال، كانت لعبة ضد مانشستر سيتي، دخلوا ديفيد لويز وتسبب في جوج ديال الاهداف. هنا تنشوفوا خطا ديالو مع نادي برشلونة، سبع بطولات، خطا في الابعاد وسلاش كورا ستيرلينغ تتسجل. هي ستيرلينغ الاخطاء الدفاعيه طبعا. وهنا عاوتاني مره اخرى تيخطا وتتسبب في ضربه جزاء، هنا ضد رياض محرز، ضد ضربة جزاء تسبات في بطاقة صفراء ثانية وبالتالي الطرد. لماذا لم تشرك ديفيد لويز أساسيا؟ هذا من أسوأ التغييرات اللي دارتها الأرسنال، شونجمون تيتسبب لهم في جوج ديال الأهداف. وهنا كيفن دي بروين تينفذ وتتسجل. هنا خرجوا موراتا، الكرة الصعبة من إريكسون، با 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 جول. خرجوا موراتا ودخلوا بات شوية وسجل في الشباك ديالو، عوض ما يسجل في الشباك الأخرى. هنا مرة أخرى تيدخلوا كوادرادو، وهنا كانوا لاعبين ضد ريال مدريد. هنا شوف لقطة زائدة، الذكاء ديال راموس كيتسبب في الطرد ديال كوادرادو اللي كانت هذه الصفرة الثانية ديالو وبالتالي الطرد. انذار على كوادرادو، انذار على كوادرادو، والصفرة الثانية على كوان كوادرادو بالتالي حمراء. شوف الخبط بتاع راموس، شوف النظرة، سرق النظرة وتأكد من الورقة الحمراء. هنا في اليورو ديال 2021، هنا المدرب اجرى 3 ديال التغييرات في الشوط الاضافي الثاني، اللاعبين اللي دخلوا باش ينفذوا ضربات الجزاء. للاسف دوك ثلاثة ديال التغييرات اللي دخلوا كلهم ضيعوا ضربة الجزاء اللي تسبات في خسارة المنتخب البريطاني لكأس اليورو ضد المنتخب الايطالي. هنا راشفورد ضيع ضربة الجزاء اللي ضربت في العارضة. راشفورد يضيع، ودوناروما في جهة والكرة في جهة، ضربت في القائم وخرجتها يا ماركوس يا راشفورد. هنا سانشو كذلك اللي ضيع ضربة الجزاء لتنفيذ الركلة، ستضيع مثل ما ضيع راشفورد، دخلتم احتياطيان، سانشو ضيعها مثل ما ضيع راشفورد، سانشو ضيع مثل ما ضيع راشفورد، ومع ذلك ما زال الأمل قائما. هنا في هذه المباراة، هذه مباراة تلعبات مؤخرا، تيخرج رونالدو وتيدخلوا لينغراد، ولينغراد غادي يعطي اسيست للخصم باش يسجل في اخر الدقائق. وهذه التمريرة تسبت في خسارة ديال مانشستر يونايتد 3 نقاط كانت ثمينة في دوري ابطال اوروبا.